أهلا بكم. I can't breathe أو لا أستطيع التنفس كانت آخر كلمات الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد الذي يبلغ من العمر 46 عاما والذي توفي بسبب يعني عنف من شرطي أمريكي بعد أن وضع ركبتيه على عنقه. وصارت كلمة لا أستطيع التنفس هي العبارة تحتل المرتبة الأولى عالميا الآن، ولكن لم ينتهي الموقف عند هذا الحد. انتشر العنف والاحتجاجات في الولايات الأمريكية بأكملها، ما دفع الرئيس الأمريكي إلى يعني إعلان حالة التأهب وحالة الطوارئ في ولايات عدة، ولا تزال حالات الاحتجاجات والشغب مستمرة حتى هذه اللحظة. ما دلالات هذا الموقف المستمر حتى الآن، وكيف يمكن أن ينتهي، وهل يؤشر إلى دلالات موجودة تحت السطح في طبيعة المجتمع الأمريكي؟ أسئلة كثيرة نطرحها لضيفنا في هذه الحلقة، دكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك. أهلا دكتور. اسمح لنا أن نخرج إلى هذا التقرير سريعا ونعود بعده لنبدأ النقاش. اشتباكات عنيفة ومواجهات غاضبة تجتاح 15 ولاية أمريكية، والعنصرية والتمييز هما كلمة السر. القصة بدأت قبل أسبوع إثر وفاة الأمريكي ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد بعد قيام ضابط شرطة بخنقه حتى الموت خلال توقيفه في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا. 6 أيام من الغضب الذي تحول إلى احتجاجات في مدن أمريكية كبرى تطور بعضها إلى أعمال عنف، ما دفع السلطات لفرض حظر تجوال في عدة مدن إثر وقوع صدامات على خلفية العنف الممارس من قبل الشرطة، وسط تجاهل المتظاهرين تحذيرات الرئيس دونالد ترامب بأن حكومته ستضع حدا للاحتجاجات العنيفة. المواجهات وقعت في أكثر من 20 مدينة بينها لوس أنجلوس وشيكاغو وأتلانتا، ما دفع السلطات أيضا لاستدعاء قوات الحرس الوطني للمساعدة في السيطرة على الاضطرابات الأهلية التي لم تشهد البلاد مثيلا لها منذ سنوات عدة. من المتوقع استمرار الاحتجاجات رغم توقيف الضابط تشوفينا الذي طرد من مدينة مينيابوليس وتوجيه تهمة القتل الغير العمد إليه، فيما تطالب عائلة فلويد ومتظاهرون بتوجيه تهم أشد وتوقيف 3 شرطيين آخرين في القضية. الرئيس ترامب اتهم مباشرة اليسار المتطرف بإثارة أعمال العنف التي شملت أعمال نهب وأشعال الحرائق، وأعلن أن إدارته سوف تصنف جماعة انتيفا اليسارية المتطرفة كمنظمة إرهابية واتهمها بالوقوف وراء العنف. بكم من جديد. دكتور محمد، ما نراه الآن من تداعيات مقتل جورج فلويد، هل هي تداعيات تتناسب مع الموقف أم أنها تؤشر إلى مؤشرات ودلالات أخرى ربما كما ذكرنا في المقدمة هي كامنة تحت السطح في المقدمة؟ أكيد أنها يعني في أشياء أخرى وفي يعني أسباب أخرى لا يمكن أن تكون يعني حجم الاحتجاجات وحجم التظاهرات الموجودة نتيجة مقتل شخص. يعني أنا بعتبر أنه ما يحدث الآن هو ربيع أمريكي حقيقي ناتج عن أنه المواطن الأمريكي يشعر ب يعني غبن شديد من قبل السياسات التي اتبعتها الإدارة الأمريكية على مدار سنوات طويلة، وبالتالي ما يحدث الآن هو حالة من الانفجار يمكن جاية في لحظة تاريخية يعني مهمة جدا، وهي عجز النظام الرأسمالي وعجز الإدارة الأمريكية في مواجهة أزمة كورونا. يعني أزمة كورونا ويعني تفشي الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية وصلت أصبحت الدولة رقم واحد في عدد الإصابات وعدد الوفيات، وبالتالي في إشكالية كبرى داخل الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت
بتصور نفسها او الاداره الامريكيه اللي كانت بتقدم نفسها في حتى الصوره الذهنيه لدى الراي العام العالمي ان الولايات المتحده الامريكيه هي افضل نظام اجتماعي، هي افضل نظام اقتصادي، هي افضل نظام يعني ثقافي، هي افضل نظام صحي، هي افضل نظام على كافه المستويات، لدرجه ان فكره حتى العولمه كانت جايه من انها يعني ببساطه شديده ان عولمه الثقافة الأمريكية صحيح. أو عولمة الاقتصاد الأمريكي أو عولمة الصحة الأمريكية فلما نكتشف أو يكتشف المواطن الآن أن هذه الصورة صورة زائفة، صورة زائفة بمعنى أنه الواقع بيقول غير كده حتى فيما يتعلق بالمواطن الأمريكي، لأن المواطن الأمريكي نفسه كان عنده نوع من أنواع تزييف الوعي نتيجة الآلة الإعلامية الجهنمية الجبارة اللي شغالة طول يعني الوقت لتزييف وعيه يعني. أنه في حالة إحباط عامة سببها فيروس كورونا أو هو الذي فجرها، يعني فيروس كورونا جزء من الموضوع، لكن طبعا السياسات الأمريكية على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي على المستوى الثقافي على المستوى الصحي على كافة على المستوى التعليمي لكن أزمة كورونا كانت الأوضح على السطح ربما. أزمة كورونا هي اللي الأوضح لأنها هي اللي أثبتت عجز هذا النظام. يعني المواطن الأمريكي اللي بيعيش جوه الولايات المتحدة الأمريكية يعلم جيدا أنه في عمليات يعني فرز اجتماعي بتتم على قدم وساق، الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقر، والولايات المتحدة الأمريكية مش جنة زي ما الإعلام بيصور، بالعكس يعني نسبة فقر عالية جدا، التمييز الاجتماعي موجود، العنصرية موجودة، يعني يعني الناس كانت تعتقد أنه هذا الكلام الكلام حول التفرقة العنصرية ما بين البيض والسود يعني مسألة انتهت من ستينيات القرن الماضي، لا المسألة موجودة ولازال ده بيتم دون أن يكون يعني معلن على السطح، لكن بيتم بممارسات الحياة اليومية. يعني ما نراه الآن هو مزيج من الإحباط المتعلق بتفاصيل الحياة اليومية اقتصاديا واجتماعيا للمواطن الأمريكي وأيضا قضية العنصرية. طب لماذا بدأ أنه هذه القضية اختفت حتى وإن كان لها جذورها ويعني أحداثها المتتالية، لكن يعني ما الذي يعاني منه المواطن الأمريكي الأسود الآن؟ المواطن الأمريكي الأسود هو الأكثر فقرا. المواطن الأمريكي الأسود هو الأقل حظوظا على المستوى على الحصول على يعني مكتسباته على المستوى الصحي على المستوى التعليمي، وبالتالي ده بيظهر أو بيبرز مش بالضرورة يبرز في يعني ما كان يحدث في الماضي انه هناك اماكن لسكن البيض واماكن لسكن السود، هناك يعني حتى في الأندية في المطاعم في المش اماكن مخصصة ل يعني اصحاب البشرة البيضاء على حساب اصحاب البشرة السمراء، كل هذا الكلام اختفى ظاهريا، لكن واقعيا تتم هذه الممارسات انه هؤلاء الاكثر فقرا، يعني اصحاب البشره السمراء هم الاكثر فقرا، وبالتالي هم الاكثر معاناه على المستوى الاجتماعي على المستوى الاقتصادي على مستوى التعليم على مستوى الصحه على مستوى الثقافه على مستوى الخدمات اللي بتقدم لهم، وبالتالي يعني ده يعني حتى فيما يتعلق بالمعامله من قبل الشرطه، واحنا شايفين يعني لو كان هذا المواطن لونه أبيض ما كانش اتعامل مع هذا الشكل، لكن خلينا نقول أنه ما اختفى من فوق السطح هو موجود تحت السطح بشكل حقيقي، وعشان كده أنا بأؤكد أن اللي بيحصل دلوقتي في الولايات المتحدة الأمريكية ليس انعكاسا لهذه الأزمة أو لهذا الموقف أو لمقتل المواطن الأمريكي ذو البشرة السوداء، لكن هو نتاج لتراكمات موجودة داخل المجتمع الأمريكي ناتجة عن إيه؟ ناتجة عن سياسات الإدارة الأمريكية على مدار سنوات. طيب. سياساتها إيه؟ الاجتماعية والاقتصادية صحيح. والسياسية طيب. والثقافية. إحنا رأينا في الاحتجاجات مواطنين أمريكيين من ذوي البشرة البيضاء، ورأينا أيضا فئات من المهاجرين الذين يشعرون أيضا بالتفرقة وبأنهم يعني يتلقون معاملة مختلفة. إذن نحن أمام قضية أكثر شمولا من مجرد مواطن أبيض أو مواطن أسمر. أنت بتتكلمي أصلا على دولة، ما هو دي الإشكالية الحقيقية، أنه وسائل الإعلام بتعمل نوع من أنواع غسيل الأدمغة للرأي العام العالمي فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية، يعني لأن هم اللي متحكمين في الميديا العالمية، يعني خلينا نتكلم ونبقى يعني منصفين، يعني هم أكثر سيطرة نتيجة إيه؟ إحنا عارفين أن اللوب الصهيوني اللي موجود داخل الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي جماعات الضغط
الحقيقية هي دي اللي بتسيطر على رؤوس الأموال اللي يعني اللي بتحرك الميديا، وبالتالي هم طول الوقت. والدليل على كده ان لماذا يصمت العالم ده، احنا لما كان يعني في بداية الأحداث في تونس واحنا عارفين الربيع العربي المزعوم ده، اول ما بدأ ابو عزيز يولع في نفسه واحنا عارفين الواقعة، شفت ما حدث من تسليط الضوء عليها وان هناك ربيع وكل القادة العالميين خرجوا يتحدثوا. لماذا لم يخرج هؤلاء القادة الان ليتحدثوا عما حدث في الولايات المتحدة الامريكية؟ لان الميديا العالمية يسيطر عليها اللوب الصهيوني اللي هو جزء من الادارة الامريكية اللي متحكم فيه توجيه الرأي العام عالميا. وبالتالي لماذا لم يتحرك مجلس الأمن؟ مش هو ده مش المواطن، مش المواطن السوري والمواطن المصري والمواطن اليمني والمواطن الليبي والمواطن التونسي في إطار ما يعني اصطلح على تسميته الربيع العربي ده، كانوا هبوا للحفاظ على حقوق الإنسان وإزاي الشرطة. تقصد أنه حتى الآن ليس هناك تحرك فيما يتعلق بما يحدث بالولايات المتحدة؟ يعني طبعا لماذا لم يتم دعوة عاجلة لمجلس الأمن مثلا؟ طيب لكن وسائل الإعلام الأمريكية تعاملت مع ما يحدث يعني بقدر من الشفافية، يعني كانت تنقل الأحداث وأحداث الشغب، وحتى بعض المراسلين تعرضوا على الهواء طبعا يعني مراسل السي ان ان شفنا صحيح. طيب يعني هل يمكن أن نصف هنا وسائل الإعلام الأمريكية بأنها تعاملت بإنصاف مع هذه لا الحدث؟ ما هو وسائل الإعلام دي احنا مش حاجة واحدة وبالتالي يعني لما بيبقى فيه حدث موجود، لكن احنا بنتكلم على الوسائل الإعلام التي تسيطر عليها، يعني اللي هي بتوجه الرأي العام في العالم كله، يعني مش وسائل الإعلام بالداخل فقط. وبالتالي لكن لهذا تأثيره على المواطن الأمريكي، أقصد كيف تعاطى انا هقول لك على حاجة، خلينا بس اصلي مش هتقدر، احنا في عصر مفتوح، السماوات المفتوحة والكوكب كله أصبح يعني عبارة عن قرية صغيرة. صحيح. وبالتالي إلى هم خدي بالك، لو وسائل الإعلام الأمريكية الكبيرة يعني غطت على الموضوع وحاولت زي ما هي بتعمل دلوقتي، فدلوقتي أصبح عندنا ثقافة إنه المواطن عنده وسيلته الإعلامية. صحيح. المواطن بيصور صوت وصورة، وبالتالي كل مواطن يحمل ما عنده يعني موبايل وعنده جنب هاتفه النقال ده او هاتفه المحمول معاه يعني وصله من الانترنت، يستطيع انه يبث للدنيا كلها. صحيح. وبالتالي انت مش هتقدر تخبي ما يحدث. انا بتكلم على كيف تتحرك لتحرك الرأي العام حوالين ما يحدث. عايز توصل له ايه بالظبط؟ انت عايز تداري على الصورة، زي ما شايفين حتى تصريحات ترامب، تصريحات كلها بتصب في اطار انه ده شغب وانه ده مش عارف في من يقف خلف هذه، يعني انه في اليسار بالداخل الامريكي وبعض الجماعات اليسارية تقف خلف هذه الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية. لا طبعا المسألة مش كده، انت شوف انت سياساتك هي التي أدت إلى خروج هذا المواطن. أنت بتتكلم على دولة بتقول إنها حلم لأي مواطن في العالم إنه يأتي إلى أرض الأحلام. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية بتاعتك دي هي أرض الأحلام كما تقول يعني، إذا كانت هي دي أرض الأحلام، إزاي أرض الأحلام تتحول فجأة كده إلى إن المواطنين اللي عايشين فيها مش حاسين إن هم على أرض الأحلام ومش حاسين إن هم عايشين في الجنة، وبالتالي خرجوا منتفضين ضدك؟ لا، هنا لابد أن تسأل نفسك ما هي السياسات الحقيقية اللي اتبعتها تجاه المواطنين. هل الدولة كانت مسؤولة؟ أنا هكملك على فكرة المسؤولية الاجتماعية للدولة. الدولة الأمريكية والإدارة الأمريكية في أزمة كورونا الأخيرة أثبتت أنها الدولة ليس لها أي مسؤولية اجتماعية تجاه مواطنيها، لا على مستوى مأكله ولا مشربه ولا ملبسه ولا علاجه ولا تعليمه ولا أي حاجة. النظام الرأسمالي نفسه هو نظام هش ونظام مبني على فكرة الفردية الشديدة، وبالتالي فكرة المسؤولية الاجتماعية أو القيام الدولة بمسؤولاتها الاجتماعية تجاه مواطنيها مش موجود. طيب تصريحات الرئيس الأمريكي سواء في أزمة كورونا أو حتى في أزمة جورج فلويد، وصف البعض هذه التصريحات بأنها هي ما تؤجج
الاحتقان، لأنه حتى تويتر يعني كمنصة اعتبر أنه بعض تصريحاته فيها دعوة إلى العنف إلى آخره. فهل يمكن يعني وصف تصريحات تويتر الخاصة بترامب بأنها غير موفقة في معظم الأحيان؟ يعني طبعا هو خلينا نؤكد على أنه يعني دونالد ترامب منذ أن أتى قبل 4 سنوات إلى يعني البيت الأبيض، وهو الراجل يعني له أسلوب مختلف عن الحكام الأمريكان السابقين فيما يتعلق بالتعاطي مع في خطابه السياسي، في التعاطي مع القضايا والمشكلات وكيف يخرج وكيف يتحدث. واضح انه ما عندوش مستشارين، وهو ما عندوش مستشارين في الحته دي، هو بيعتبر انه او مستشارينه بيضللوه، بيقولوا له انه طريقتك هي الاقرب ل يعني للمواطن، هي الاقرب للراي العام، هي وبالتالي هو يعني بيستخدم دايما مواقع التواصل الاجتماعي، خاصه الموقع التواصل الاجتماعي تويتر، في انه يخاطب الراي العام سواء في القضايا الخارجيه او السياسه الخارجيه او السياسه الداخليه. وبالتالي خلاص اصبحت المواطن الامريكي اعتاد على طريقه ترامب، وحتى المواطن او الراي العام العالمي اعتاد على طريقه ترامب اللي بقى لها 4 سنوات. فكره انها غير موفقه، طبعا هي غير موفقه بالمره، لانها لكن عبرت عن الوجه القبيح للسياسة الأمريكية، لأن هذه هي سياسات الإدارة الأمريكية تاريخيا. صحيح. لكن كانت بتظهر عند الرؤساء السابقين في شكل دبلوماسي. طيب. الراجل ما عندوش دبلوماسية، والراجل أسقط الأقنعة وبيتحدث بشكل مباشر عن السياسة الأمريكية كما تتم على أرض الواقع. طيب اسمح لنا أن ننتقل على الهواء مباشرة إلى جنيف لمتابعة المؤتمر الصحفي اليومي لمنظمة الصحة العالمية. مختصرين سؤالا واحدا فقط من كل صحفي. إذن كان هذا جزء من المؤتمر الصحفي اليومي لمنظمة الصحة العالمية للحديث عن المتابعات اليومية لتطورات فيروس كورونا في أنحاء العالم. ونعود مرة أخرى لاستئناف مشهدنا عن تداعيات مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد من أيام قليلة في الولايات المتحدة. دكتور سيد، نعود لحضرتك مرة أخرى عن يعني ما زلنا مع التداعيات أنه يكون هناك تقريبا 1400 معتقل أمريكي، وتقول الصحافة ربما أن هناك أعداد أكبر من ذلك، وتسيير دوريات أمنية في الشوارع، أعلان حالة الطوارئ في عدد من الولايات، ألا يضرب هذا يعني فكرة الحرية والديمقراطية والتعامل مع حقوق الإنسان أولا في مقتل بالنسبة للمواطن الأمريكي؟ طبعا بيضربها في مقتل، والأهم بقى الصورة الذهنية، بيضرب الصورة الذهنية اللي موجودة لدى الرأي العام العالمي، لأنه الرأي العام العالمي دايما يتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية بأنها قمة الحريات والديمقراطيات، ويعني المواطنين يعني يستطيعوا أو على قدم المساواة، وهناك عدالة في التعامل أمام القانون، وإنها دولة قانون. لا، المسألة الولايات المتحدة الأمريكية يعني بتضرب الآن يعني قضية الحريات في مقتل، وبتؤكد للعالم انها ذات بتكيل بمكيالين فيما يتعلق بحقوق الانسان. لما يبقى حقوق الانسان في مجتمعاتنا تبقى يعني تتحدث عن ان المواطن بتهدر كرامته من قبل حكوماته، وانه يعني الدولة او دول مجتمعاتنا او مجتمعات العالم الثالث مش بتطبق الديمقراطية ولا بتعطي يعني مساحة كبيرة للحريات، وطول الوقت قاعدة بتسجل لنا عبر منظماتها اللي هي منظمات حقوق الإنسان، بتسجل لنا المخالفات وحجم المخالفات. طب لماذا لا تتحرك حتى في منظمات الأمم المتحدة؟ عشان برضك ده يبين لنا أنه المنظمات الدولية اللي هي من المفترض انها محايدة وبتعامل بحياد شديد مع الجميع، لا، هي بتكيل ايضا باكتر من مكيال. اين يعني المنظمات الحقوقية اللي موجودة داخل او اللي بتبحث عن حقوق الانسان داخل منظمات الامم المتحدة او حتى بعض الدول الاخرى؟ يعني في منظمات في بعض الدول الاوروبية، لماذا لا تتحرك كما تتحرك في اتجاه مجتمعاتنا وترصد المخالفات او بعض التجاوزات اللي موجودة في قضايا او في ملف حقوق الانسان بالداخل مجتمعاتنا؟ لماذا لا تذهب الى هذه المجتمعات او داخل مجتمعاتها نفسها وترصد هذا؟ انا بأؤكد لك انه
المواطن الامريكي يدرك ادراكا حقيقيا انه لا عنده حريات ولا عنده ديمقراطيه حقيقيه، وانه بالفعل بتمارس ضده كل اشكال العنف، وبتمارس ضده كل اشكال التجاوزات في اطار ملف حقوق الانسان. لكن هذا الكلام ما بيقدرش كان يخرج يقوله، ولعل الانفجار اللي حصل الان يؤكد ده، الى جانب كمان بيؤكد حجم العنف اللي موجود لدى الشارع الامريكي. صحيح، احنا ما عندناش صحيح. يعني احنا حتى لما كانوا بيقولوا في ظل الربيع العربي المزعوم ده انه قامت هبات جماهيريه وثورات وانتفاضات داخل مجتمعاتنا، طيب هل كان عندنا ده؟ كانت لما يعني الثوره المصريه في 25 يناير وفي 30 يونيو كانت ثوره سلميه، يعني ما هو يعني آه ما هو لكن ما هو لكن ما حدث لديهم ما هو منذ اللحظه سلوكهم الاولى هو اولا يعني تعامل عنيف جدا من قبل أجهزة الأمنية والشرطية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن فكرة السرقة، فكرة المتاجر الكبرى والمولات، ما هو ده نتيجة إيه؟ نتيجة إيه؟ هل هو انتقام أم فقر؟ لا الاثنين، لا 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 الاثنين، يعني خلينا نؤكد إنهم الاثنين. أصل خلينا نقول إنه الخروج بهذا الحجم مش في ولاية واحدة، أنت بتتكلمي على يعني خروج في 30 ولايه الى هذه اللحظه، يعني التحركات موجوده، يعني هم بيقولوا 15 ولايه، لا انا باكد لك انهم 30، يعني هناك بعض من يرصد وبشكل طيب. يومي يقول انهم 30 تحرك، طيب 30 ولايه. احنا نريد ان نتحقق فعلا من الوضع، انه هل ما يقال في الاعلام صحيح ام ان الوضع على الارض يختلف. بننتقل الى ولايه فلوريدا عبر الهاتف، ومعنا الصحفي والاعلامي الاستاذ كريم عوض الله. مساء الخير استاذ كريم. أهلا بحضرتك. يعني هل فعلا في 30 ولاية أمريكية تندلع هذه الاحتجاجات وأحداث الشغب، وتعامل مصادر الإعلام الأمريكية مع ما يجري إلى أي مدى كان حقيقيا وناقلا لما يجري؟ هو فيما يختص بجزئية 30 ولاية، أعتقد أن هذا رقم مبالغ فيه. هو الرقم حتى الآن 15، يعني give or take one or two، يعني باختلاف ولاية أو ولايتين، إنما 30 ولاية أعتقد أنه هو رقم مبالغ فيه. فيما يختص بتغطية الإعلام، فتغطية الإعلام تغطية قوية ومكثفة. الإعلام من جهة، في بعض مش بعض القنوات، حتى فوكس نيوز وهي قناة معروفة بأنها تحصل على الحزب المحافظ، إلا أنها تغطية قوية ومكثفة في كل الولايات. نعم تسمعني أستاذ كريم؟ يس تمام، أنا مع حضرتك تمام. طيب حضرتك بتقول التغطية قوية. طيب فكرة تصريحات الرئيس الأمريكي والتعامل مع هذا الموقف، الذي جاء أيضا في وقت تواجه في الإدارة الأمريكية انتقادات بسبب تعاملها مع فيروس كورونا، إلى أي مدى يعني تواجه الإدارة الأمريكية الآن وهي مقبلة على انتخابات جديدة، تواجه أزمة حقيقية في إرضاء الرأي العام الأمريكي؟ هي مشكلة حقيقية. يعني الإدارة الحقيقة تواجه أزمة قوية بالسببين اللي حضرتك قلت فيهم. الأول هو إن الاقتصاد كان في حالة ازدهار إلى حد ما جت كورونا، فالاقتصاد انهار بشكل قوي، أو حصل ديبريشن، حالة إحباط اقتصادي. فطبعا ده بيؤثر على قابلية الإدارة الحالية لإعادة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، يؤثر على إمكانياته في امتداد إلى مدة رئاسية أخرى. الحاجة الثانية بقى وهي الأهم، جزئية كورونا ليها تأثير أقوى. وجود كورونا في هذا الوقت أثر على الأحداث بسببين. يمكن أنا امبارح وأنا كنت بتابع الأحداث كنت بتحدث مع محلل سياسي أمريكي شهير في الولايات المتحدة، هو كان بيقول وجود كورونا ليه دور قوي، لان هذه المره الاولى اللي تلاقي هذه المظاهرات. يمكن كل سنه او سنتين بيحصل حاجات مشابهه في الولايات المتحده الامريكيه، لما يحصل ان البوليس يتجنى على احد الاشخاص، في اغلب الاحيان بيكون من ذو العرق الافريقي، دايما بتكون مظاهرات قويه. كانت شفنا قبل كده من سنتين بلاك لايف ماتر، انما كان التحليل الحالي ان المره دي كل المظاهرات السابقه دائما ما كان وقت البيك او وقت الذروه هو بيبقى ما بعد الساعه 5 6، او بمعنى اخر بعد خروج الناس من اعمالهم الوظيفه. انما بسبب الكورونا وان اغلب الناس مقيمه في منزلهم، فالناس عندها شبه كف،
فبالتالي الخروج الناس كانت منتشرة في الشارع بشكل مبكر وموجودة على مدار طويل. حاجة تانية هي الماسكات، إن ارتداء ماسكات يعني بتغطي الوجه بالكامل في العادي ده مش موجود، انما وجود الناس وحاليا الناس مطالبه منها تلبس ماسكات، فاصبح ده وسيله للتنكر اوريدي موجوده، يعني تسهل على من يريد انه يحتج بدون اي قيود. طيب على اي شيء سوف تنتهي هذه الاحتجاجات برايك؟ والى اي مدى ستؤثر على موقف الرئيس ترامب او موقف خصمه جو بايدن وفي هذه الفتره الحرجه يعني قبل الانتخابات الامريكيه؟ شوف انا في رايي ان هذه التظاهرات حتى بدات في انها تقل تدريجيا، يعني احنا عدينا مرحله الذروه. هل هيبقى هتستمر قد ايه في حاله الانخفاض؟ هل الانخفاض هيبقى سريع ولا هيستمر الى مده طويله؟ انا اعتقد يعني ما اعتقدش ان حد عنده فكره في هذا الموضوع، بس انا اعتقد انها هتفضل هتبقى تدريجيا ولكن على مدار طويل شويه، مش هتنتهي سريعا. تاثير ده على اعاده انتخاب الرئيس دونالد ترامب هو طبعا مؤثر، ولكن التاثير من الناحيه الاخرى عشان رئيس دونالد ترامب يخسر في المرحله القادمه محتاج ان جو بايدن يبقى نجمه يعلى في البلد، يعني او ان هو يبقى وجوده مؤثر. هنا يمكن في التاثير تاثير الضرر على دونالد ترامب قليل نوعا نظرا لان جو بايدن الصراحه ما كانش ليه اي وجود فعال، يعني هو لم يستغل هذه الظاهره حتى الان في انه يحط يضعف موقف الرئيس ترامب مثلا او ينتقده، يعني حتى الان لم يحصل من جو بايدن. انا بشكرك شكرا. ومع العلم برضو لما حصلت اسف المقاطعه، ولكن مع العلم برضو مع وجود ازمه كورونا سابقا كان الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية بيعولوا على أن جو بايدن هيستغلها لمصلحته بشكل أكبر، بالأخص أن الديمقراطيين دائما ما كانوا بينادوا بالميديكال التأمين الصحي لكل المواطنين، فده كان حاجة في مجال تخصصهم، بس يعني لم يأخذ جو بايدن لم يستغلها بشكل لم يستغلها. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ كريم عوض الله الإعلامي والصحفي من فلوريدا الأمريكية. فكرة اللعبة أو المناوشات ما قبل الانتخابات والحروب الإعلامية إلى غيرها، جو بايدن حقيقة لم يستغل هذا الموقف الاستغلال الكافي؟ طبعا تتفق مع هذا الرأي؟ طبعا ما استغلوش بالشكل الكافي، بس خلينا نقول أنه المسألة في الولايات المتحدة الأمريكية لا نعول كثيرا على لأن النظام الانتخابي لا نعول كثيرا على المواطن، يعني المواطن طبعا مهم وكل حاجة، بس ما يحدث من أحداث يعني بتؤثر لكن مش التأثير الكافي، لأنه يعني فكرة النظام الانتخابي نفسه اللي هو المجمع الانتخابي لأنه مش قايم على فكرة الانتخاب مباشر، يعني ما بينتخبوش انتخابا مباشرا، ولكن شعبية المرشح ما هو مهمة. طبعا شعبية المرشح مهمة لكن خلينا نؤكد انه في جماعات ضغط وجماعات الضغط بتلعب دور مهم، ويعني جماعات الضغط دي هي اللي اتت بواحد معتوه الى يعني مثل ترامب الى سدة الحكم. طيب. يعني لما كنا قبل الانتخابات الأمريكية الماضية لما كنا نحط بميزان يعني كلينتون في مواجهة ترامب يعني بكل المقاييس ما كانش يعدي ترامب، لكنه وصل لأنه المسألة مرتبطة بنظام انتخابي. طيب. لأنه أمامنا دقيقة، هنا سؤالي، جماعات الضغط التي تتحدث عنها هل تريد لترامب أن يستمر أم لا؟ جماعات الضغط طبعا تريد لترامب أن يستمر، بس خلينا نؤكد على أنه جماعات الضغط لما بتلاقي في إشكالية كبرى على مستوى أنه شعبية الرجل في الشارع وبالتالي بتتراجع لأنها تستطيع أنها يعني تنقل مصالحها على المرشح الآخر. خلينا نؤكد على أنه الولايات المتحدة الأمريكية إدارة بمعنى إيه؟ بمعنى أنه السياسات ثابتة ومن يأتي إلى تضعها المؤسسات ومن يأتي إلى سدة الحكم أو من يأتي إلى يعني البيت الأبيض ينفذ السياسات الأمريكية بس بطريقته، كل واحد بطريقته، في من يمارسها بشكل هادئ ودبلوماسي كما كان يفعل أوباما، ومن يمارسها
بهذا الشكل الفج وبهذه الطريقة يعني الغبية كما يفعلها ترامب الآن. يعني هي نتحفظ بس على اللفظ، هو يعني فيها يراها البعض جرأة أو في ساعات هي غير محسوبة. أنا مسؤول عن ما أقوله أنها قبيحة وسياسة يعني لا تمت لي أي شكل من أشكال الأخلاق بصلة. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة عين شمس عن وجودك معنا في هذه الحلقة. نشكركم أيضا مشاهدينا على متابعتنا في حلقة اليوم من المشهد. إلى اللقاء.